السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الاستفسار هنا: حال يفيد العلاج بالماء الساخن لمرض التهاب القولون العصبية؟ الإجابة نعم. كيف؟ لأن التهاب أو مرض القولون العصبي مرتبط مباشرة، فإنه هو من أكثر الأمراض انتشارا ضمن أعراض الجهاز العظمية. فبالتالي العلاج الشمولي، الطب الشمولي يركز على أسباب الأمراض بدلا من التركيز على أعراض المرض. فالعلاج بالأدوية يركز فقط على أعراض المرض وليس أسباب المرض. هذا هو الفرق بين العلاج الطبيعي أو العلاج الشمولي بالطب الشمولي والعلاج بالأدوية. فلو نعود هنا بالنسبة لمشكلة هذا المرض القولون العصبية، يكون طبعا لابد أن نركز على أسباب هذا المرض. أيضا نعود إلى سبب ما يتعلق في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي إذا كان هناك مشكلة، طبعا لو نعود إلى الطب الأستيوبياثي، طب التقويمي، يركز طبعا من الذي اكتشف طب التقويمي؟ دكتور ألفريد تايلور ستيل، هو مؤسس الطب الأستيوبياثي طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية. من ضمن طب الأستيوبياثي بأن الجسم الإنسان يمتلك القدرة الكامنة في الشفاء الذاتي والوقاية الذاتية والصيانة الذاتية. العلاج بالماء الساخن كما توصلنا في أبحاثنا أن يعيد إحياء هيكلة وظيفة الخلايا، جميع الخلايا بما فيه حتى الجهاز الهضمي مكون من الخلايا. هذه الخلايا تعتمد على وقود طبيعية، وجمعوها كما ارتأينا في أبحاثنا، جمعوها من خلال العلاج بالماء الساخن، وهي بالتحديد الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين. لذلك في التمثيل الغذائي، أول شيء التمثيل الغذائي هي عملية إنتاج الطاقة. الماء الساخن يعمل على نقل الطاقة طبيعيا بالترطيب بشكل استثنائي، ولا توجد وسيلة أخرى بهذا. فبالتالي الماء الساخن يوفر للخلايا الجسم والجهاز الهضمي العناصر أو الوقود الطبيعية التي تعتمد عليها حتى هذه الخلايا من أجل اتمام التمثيل الغذائي. ما هو التمثيل الغذائي أو الجهاز الهضمي؟ هو طبعا يتكون من خلال الأنزيمات تقوم بعملية كسر الأطعمة التي نتناولها لإنتاج الطاقة للخلايا، وكذلك لبناء الأنسجة بالنسبة للمواد البروتينية. لذلك هذه العملية تعتمد من الدرجة الأولى على كمية الماء التي تقوم بتناولها بشكل يومي بحد الأدنى للكبار 3 لترات الماء. وبالتالي نحن ننصح تكون ماء ساخن وليس ماء بارد وليس ماء فاتر إلا في الحالات الاستثنائية، لكن نركز على أن يكون الشخص يواظب على برنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء ساخن بمعدل 3 لترات موزع الامتداد اليومي وفقا للبرنامج. هذا جانب واحد. وبالتالي لما يكون في تركيز هذا الجانب للعناصر المغذية للجسم، فبالتالي يكتفي الجهاز الهضمي على كمية الماء وكمية الطاقة وكمية الهيدروجين والأكسجين. والشكل المتميز هو الهيدروجين هنا. وبالتالي لما تتوفر هذه العناصر المغذية، فبالتالي يعيد إحياء وظيفة الجهاز الهضمي، وبالتالي التخلص من هذا المرض الذي أثر الكثير من الناس، وملايين من الناس مصابين بهذه المشكلة بهذا المرض. وبالتالي هذه تكون فرصة لهم بأنهم يجدون الشفاء طبيعيا
بحيث جسم الإنسان بقدرته الكامنة في الشفاء الذاتي والوقاية الذاتية والصيانة الذاتية، لكن الجسم يعتمد على وقود طبيعية من خلال الماء الساخن البرنامج، لأن هي الوقود الطبيعية الأساسية التي تكون الإنسان قبل خلقه، وبالتالي عملية تكوين الإنسان من الدرجة الأولى من خلال العناصر المغذية لهذا في الماء الساخن المغذية للخلايا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتنا لكم من مدينة بلاكسبرغ بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة أهدافنا وأعمالنا وأبحاثنا، ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان.